اليوم هنقدي علم الفخادو هو ولا ده؟ انت بصص لي كده ليه يا عم؟ انت هتعرف تقتلني قريب. ربنا ياخدني يا جدع. اي محتوى تاني هيبقى بره الموضوع. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه حدوته من النوم. طبعا بقى وصلنا 50,000 بقى، فاهم انت؟ كلنا قاعدين مزقطتين وبنزغرط وبنرقص وكل حاجه. كان من شهر كنا 10 كنا شهر حوالي 10,000 بس. فشكرا لكم جدا بجد على 50,000، وان شاء الله بقى 100,000 بقى، فاهم؟ ودابع وحاجات. طبعا احنا لحد الان ما خدناش ولا جنيه من اليوتيوب، بس ما علينا. يعني 100,000 كمان قربت، فاهم انت؟ عايزين بقى نوصل 100,000 في خلال ايه، شهر ونص كده، شهرين، فاهم انت؟ يا سلام بقى، فاهم؟ دابع اليوتيوب هحطه هنا، هعلقه في هدومي، همشي بيك. شايف المربع ده؟ هحط مكانه الدرع. نورة محمد تقول انت المفروض في ثالثة ثانوي بتذاكر امتى؟ قول لي طيب، بس ما شاء الله عليك ملخصاتك الجامدة اللي احب اسمعها حبيبتي. بتقول لك انت بتذاكر امتى؟ انا بذاكر في ايه؟ في وسط المعادلة كده. المفروض انا في ثالثة ثانوي بذاكر ازاي؟ ان احنا مقسمين الوقت علينا احنا الثلاثة، واحد بيكتب سكريبت، واحد بيمنتج، واحد بيسجل الصوت. فاهمني؟ فهماني سوري. فاهم الوقت متظبط، ده بيعمل حاجة وده بيعمل حاجة وكده. مين قال لك ان انا بذاكر اصلا؟ مافيا جيمنج بيقول لي هو ممكن في يوم من الايام تفتح قناه جيمنج. ده شيء اساسي اساسا. يعني انا قبل كده، قبل ما قناتي تتعمل او قبل ما يتغير اسمها، كانت قناه جيمنج اصلا. فطبيعي هنفتح قناه جيمنج، وطبيعي هنعمل مراجعات ثانيه افلام، مراجعات كتب. استنى عليا شويه، اديني شويه وقت. طيب هو في كده سؤال بيسالني على قناه تلخيص الانمي. بصوا يا جدعان، صلوا على النبي، اللي بيفتح اكتر من قناه تحت شعار واحد بتاع ملخصات ده، معلش في الكلمه، بيحلب المحتوى. من الاخر، ما انا عندي قناه واحده، اللي هيتفرج على انمي هو اللي هيتفرج على افلام، هو اللي هيتفرج على انيميشن، هو كل الحاجات دي كلهم واحد. معلش، حتى اللي بيتفرجش على انمي ما ممكن يخش يتفرج، فاهم؟ يعني ممكن يستهواه الثوم منين، يستهواه الاسم، يستهواه الفكره، يخش يتفرج على حاجه. انما ليه انا افتح قناه؟ بص معلش الكلمه، هفتح قناه ماشي الثوم منين بتاعه الملخصات، وهفتح قناه للسكريبتات بتاعه الملخصات، وهفتح قناه الملخصات والافلام غير المسلسلات، وافلام مارفل غير افلام دي سي، فنفتح قناه دي برده. وبقى نعمل ايه بقى، فاهم؟ الانمي قناه لوحدها، الانمي قناه لوحدها، ونعمل بقى قناه كمان للمانجا، مش هنبيع فيها مانجا، لا الكوميك يعني بتاع اليابانيين، ونعمل كل الحاجات دي. ليه 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 ليه؟ ما هي قناه واحده بتاعت الشعار واحد وشكرا. ايمان الاجا، ما علينا بالاسم. يعني انا حابب اسالكم كلكم، مين شجعكم تفتحون القناه، وكيف كانت بدايتكم؟ كمان طلبت كابول لوسيفر بسرعه. سيبنا نسولف، طالما في لوسيفر. طب انت عارف مين شجعنا؟ عارف ازاي جت البدايه؟ لا تتكلم ليه؟ اتفضل جاوب. يا تسكن خالص، اتنهي الجو. احنا جاوبنا على السؤال ده اسام في الحلقه اللي فاتت. سؤال ولا سؤال؟ ريم محمد، عايزين نعرف من احمد وكريم، صياح حسن وصل لفين في الثانويه العامه؟ العينه بتيجي. ملخصات بسملة، اولا مبروك على 50,000 وعقبال المليون، وعايزينك تقول لنا شويه نصايح ممكن تساعد ان فيديو يوتيوب تنتشر اكتر وكده. انا يا بنتي، يعني اولا شكرا على التهنئه، ثانيا انا اقول نصايح؟ ده انا عايز اللي ينصحني. عصام الدعجه، تحياتي من الاردن. سؤال لحسن، هل لو ممكن بامكانك تختار قوه خارقه تختار ايه؟ اتمنى تعمل ملخصات اتاكون تايتن ومسلسل انفنسر ان شاء الله جايين في السكه. قوه خارقه، سؤال مطلوب. لا بص كل الناس تقول لك انا عايز ابقى عامل شبه سوبر مان، عايز ابقى ثور، انا عايز ابقى بنتين. انت مش عارف ايه صح؟ نورة محمد تاني بتقول لي، وانت علمي ولا ادبي؟ ادبي. سؤالك، كلكم في كليه ايه وعندكم كام سنه؟ بحبكم قوي يا اسطى، وممكن تعمل ملخص شركه تبعي المحدوده 2، مبروك مقدما. طيب ما حدش فينا حد لسه في الكليه. 19 سنه، احمد 17، كريم 19. ايه؟ زياد جيمنج، هل عمرك فكرت تعتذر عن القناه؟ كم من محتوى يا اسطى؟ بحبك حبيبي يا اسطى. عمري فكرت اعتذر عن القناه قبل ما ابتدي، قبل ما اغير محتوى القناه ده. قلت لكريم، كلمت كريم وكلمت كذا حد من صحابي وكده، قلت لهم بتاع ده انا هادي
هقدم حوالي شهرين لحد لما امتحاني تقرب. لو ما كناش وصلنا ل1000 مشترك وعلى الاقل فعلنا ربح في القناه، انا هسيب القناه وهسيب اليوتيوب خالص، وانا كده خلصت محاولاتي في اليوتيوب. ممكن بعد بقى سنين ما انا يبقى عندي امكانيه ان انا اعمل حاجه، يبقى عندي امكانيات كامله ليها، ممكن ارجع تاني. غير كده ما كنتش هرجع تاني. بس الحمد لله انا في خلال حوالي شهر الحمد لله كنت عديت 1000 مشترك، وكنا عملنا فيديو كيون الاول في حوالي شهر ونص كده. ودلوقتي احنا في خلال حوالي 3 شهور الحمد لله 50000 مشترك. فبس كل ده الحمد لله طبعا بدعمكم وبشغل بتعب ان احنا اشتغلنا كتير. انا اسالك سؤال، انت فشيخ ليه يا اسطى طريقتك في الحكايه بتشد الواحد اللي يتابعك وامتى تنزل لوسيفر؟ الفيديو ده هينزل اساسا هيكون لوسيفر نزل امبارح. وليه انا فشيخ يا اسطى؟ ده سر الصنعه بيتقالش. ناتاشا ولا كريم؟ بوده بودي بيقول لي بتفكر تغير محتوى القناه؟ لا ما بفكرش اغير محتوى القناه، عن ان هو بس بتاع ده ممكن اضيف محتوى زياده بس ما اغيرش محتوى الملخص زي ما هو. ليه مش بتلخص افلام انيميشن واتمنى تلخص فيلم كوبو؟ مين ده يا اسطى مش بيدخل افلام انيميشن؟ معلش امال كل دول ايه؟ ابراهيم جيم، ابراهيم جيمز. ممكن تعمل قناه تعمل فيها ملخصات لمسلسلات الكرتون زي ادفنتشر تايم او كده زي بحبكم جدا مستمر حبيبي يا اسطى. ملخصات كرتون، مش هعمل قناه ملخصات الكرتون زي ما قلت، ملخصات كلها تبقى في القناه هنا. بلس ان الكرتون مش هعمل طبعا كرتون كتير وحاجات كده، ممكن حاجات معينه زي مثلا افاتار. ادفنتشر تايم مش هعمله عشان ادفنتشر تايم في قنوات ثانيه عامله، في قناه بس مش فاكر اسمها بس عاملات طيب كويسه جدا، ممكن احط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. جاك وحط سمايلات يمكن تدعكني. قناتي بدت تتلاشى، يعني اكتب صح الاول. مش حمامة، مش ماش حالك حد. لا مش حد يزعكوا. لا يا عم على استغفر الله العظيم يا جد. غنم سؤال، انت ممكن تفتح قناه جديده دينيه تلخص فيها قصه انبياء والصحابه؟ وحاجه كويسه جدا بس يعني مش ليه اكذب يعني، معلش في الكلمه الواحد ملخص لوسيفر وبتاع ده، وفي ده حتى سيمبا طلع لي فيه امه كانت عايزه تبوسه، يعني اعمل ايه طيب؟ ما ينفعش انا الحاجات دي والله، كان نفسي بس ما ينفعش اعمل ايه. سؤال، حسن ترتبط بمين من شخصيات افنجر غير ناتاشا وتفضل تكون مين؟ ترتبط بمين غير ناتاشا؟ واندا، فاهم انت؟ واندا بيبر، اي حرمه. اي حرمه في المسلسل انا دايس، ما عدا البنت اللي كانت هتيجي في المخصوص اللي قدام دي اللي هي التابعه لفام. طبعا يا احمد انت عايز ترتبط بمين؟ سؤال على الله حكايتك. نقطة بيسأل بيقول السؤال هو تعملوا ايه لو وصلتوا 1,000,000 سبسكريبت؟ هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجة. بتعمل ايه يعني؟ ده اللي هنعمله. انا عايز انام اساسا. سؤال، هو مين اللي بيرد على التعليقات؟ يا رب تجاوب على السؤال واستمر. اللي بيرد على التعليقات كريم وحسن، انا مش فاضي. 70% حسن 20% كريم. بس انا جامد، انا بطل خارق في نفسي، بدون من اي حاجه انا بطل خارق في نفسي. ايفا عبودي، سؤال لحسن، شنو فيلمك المفضل؟ فيلم المفضل ذا كيس كيس اوف بنجامين بوتون. فيلم جامد فشخ، فيلم درامي بحت، بس ده افضل فيلم درامي ليا. في مثلا فيلم فلسفي، في عندنا فيلم ليكي عامله قريب على القناه، في فيلم كوميدي، اي فيلم مصري بيبقى فاهم، بس انت ما بتضحكش على الكوميديا بتاعت الفيلم، بتضحك على اللي بيحصل، فاهم؟ بتضحك على الفيلم ذات نفسه مش على الكوميديا اللي في الفيلم. ففي حاجات كتير يعني، مفيش حاجه مخصصه، بس اكتر فيلم درامي انا متاكد ان انا بحبه ذا كيس كيس اوف بنجامين بوتون. طبعا هو السؤال ده فيه سؤال يعني متكرر وفيه سؤال جديد. اول سؤال، حسن عندك كام سنه؟ 19. ومنين جات لك فكره القناه؟ ده جاوبت عليه في الفيديو اللي فات. تاني سؤال لاحمد، عرفت حسن وكريم منين؟ لا احمد حبيبي استنى، لا ما انت صلي على النبي بس، معلش انا اللي عرفت كريم واحمد منين؟ كريم واحمد اخوات. دي الفكره، انا اللي عرفتهم منين؟ فينوم مصر بيقول لك سؤال لحسن، امتى ترتبط وما تبقاش بائس؟ بس حتى لو ارتبط ما تبطلش تلخيص افلام ناتاشا. لسه انا هرتبط بناتاشا. فاطمة جمال بتسأل، أنا عايز أعرف هو السكريبت رايتر بيكتب الكلام غلط فعلا علشان نضحك؟ مش لا أنا مش بكتب عشان تضحكوا، أنا بابا بكتب بسرعة فالكلام بيخش ببعض. مروان شرقاوي بيسأل، سؤالي لأحمد، ما شاء الله أنتوا تقريبا بتنزلوا كل يوم، فكنت عايز أخد فكرة، أنتوا إزاي بتكتب السكريبت والإفيهات من عندك ولا حسن؟ يقولها من نفسه، أنا اللي عملت لك منشن الفيديو بتاعك بتسأل. أوكي، إحنا بننزل فيديو كل يوم بسبب إن إحنا
كل واحد بيعمل مهمه. يعني لو واحد مثلا ايه انا ممكن اخد ساعتين مثلا او ثلاثه اكتب السكريبت ابعته لحسن، حسن يسجله مثلا في ساعه وعلى حسب طول يعني الحاجه، وكريم يمنتج ويرفع، فعشان كده يعني بنزل كل يوم. والافيهات من عندك ولا من عند حسن؟ بص الافيهات الحلوه بتبقى من عندي، والافيهات اللي دمها تقيل بيبقى حسن. امال امال السلام عليكم. في اساطير الكونغ فو باندا بوم 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 بوم. نشأ في حي فقير، عمل في مطعم صغير، بالصدفة في يوم أصبح من المشاهير. بوم تشخ بوم كونفو باندا كونفو باندا بوم 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 بوم. المعلم شيفو قد اكتشف قدراته، علمه أشياء تنمي مهاراته. كونفو باندا كونفو باندا تدرب وقاتل مع أروع المقاتلين، حارب معهم وحاز لقب التنين. بوم تشخ بكم فوق.